عم يبكي لبنان هو الأغنية اللي تم إعادة إصدارها مؤخرا من قبل الفنان ريان، وهو موجود معنا بالاستوديو بصباح لبنان لحتى نحكي أكثر عن هالموضوع، ونحن فخورين جدا أصلا بوجوده معنا. ريان صباح الخير. أكيد بشكرك، بوجه تحية كتير كبيرة لكل المشاهدين. بالعكس أنا لازم أكون فخور أنه موجود بتلفزيون لبنان، تلفزيون بلدنا الرسمي، ونحن قد ما فينا كفنانين أو بالمجتمع كشكل عام نحن واجباتنا ندعم تلفزيوننا الوطني. طبعا يا هلا يا هلا، شرفت. شو الأخبار ريان؟ الحمد لله ماشي توا الحال، كيف ماشي الحال. الصيفية مقلعة؟ الصيفية منيحة على صعيد العمل، الحمد لله منيحة، يعني رغم الأحداث اللي عم يمر فيها، طبعا عم بتمر فيها المنطقة وعالمنا العربي، الحمد لله. يعني بدنا نقول إنه بعدنا عم نشتغل وماشي الحال. هلا أنا الصيف ما بحبه عادة، يعني كطقس ما بحبه، أنا بحب الشتاء أكثر. فبس لا، فينا نقول كتر خير الله، الحمد يعني لله مع صعيد اكيد العمل المهني تمام في طبيعي. جنب. رح نحكي اكثر ريان عن اغنيه وعم يبكي يلي هي من كلماتك والحانك وتوزيع نيكولا شبلي. شبلي نعم. اول شيء خبرني ليش قررت هالاغنيه ترجع تطلقها هلا؟ عم يبكي لبنان أنا غنية صدرت أول مرة بال2006 بال2006 خلال حرب تموز. هلأ رجعت شفت إنه يعني هالأحداث الأليمة اللي صارت مؤخرا، إن كانت التفجيرات أو الاغتيالات اللي عم بتصير، أو طبعا مؤخرا القصه المؤلمه اللي صارت مع جيشنا طبعا الوطني اللي بنوجه له تحيه كثير كبيره، هودي كلهم هيك يمكن خلوني ارجع هيك اعمل كليب معين لاخراج معين للاغنيه وارجع اصدرها، لانه اكيد نحن بنعرف انه على طول الاغاني الوطنيه بتكون شوي فيها ثوره فيها عنفوان، نعم بس كمان في واقع معين انه نحن عم نعيش حزن عم نعيش الم، فحبيت اصدر الاغنيه مجددا. بالكليب يلي تم تصويره تحت إدارة المخرج جيمي صومة، نعم. خبرنا شوي هيك شو الفكرة يلي ارتكزتوا عليها، شو الرؤية يلي كنت أنت حابب تجسدها من خلال الكليب؟ يعني هي اكثر اكيد الكليب هو مش انا عادة، الكليب بيكون الفنان هو النجم فيه، يعني هو بيكون بالواجهة. لا بالكليب اعتمدنا طبعا مشاهد صور، اكيد انا رح اكون موجود باستوديو عم غني، بس اكيد يعني الكليب اكيد رح يكون في فلاش باكس وصور عن الجيش ومشاهد اللبناني. عن الجيش اللبناني وعن كل الشهداء المدنيين والعسكريين طبعا. نعم ريان، يعني كفنان لبناني من اصل ارمني، نعم. قديش هالتعاطف وقديش اليوم بتحس هيك رساله انت عم بتأديها من خلال هالعمل ومن خلال الاغنيه الوطنيه بالمجمل؟ هلا انا اكيد يعني اول شيء بشكرك لانه قلت لبناني من اصل ارمني، عاده بيقولوا ارمني دغري. انا اكيد بفتخر بجذور الارمنيه طبعا، بس بالاخر انا انسان لبناني، طائفتي الارمنيه طبعا، والطائفه الارمنيه انعرفت بكل مراحل يعني من بدايه لبنان الحديث لليوم انه موقوفه مع الى جانب الدوله والى جانب الجيش الوطني على طول يعني. طبعا فأكيد أنا واجباتي كلبناني بنتمي للطائفة الأرمنية كمان أقدم شيء لوطني يعني. الأغنية صار إعادة توزيع لإلها، يعني شو الجديد يلي أضيف لإلها؟ سجلت من أول وجديد أو كيف لا لا تم أبدا، الشغل عليها؟ هي توزعت بوقتها الموزع نيكولا شبلي أكيد اللي بوجه له تحية كتير كبيرة، وهي كانت من كلماتي وما زالت من كلماتي وألحاني. لا لا يعني تركناها مثل ما هي، لأنه إذا بتسمعها اليوم كأنها معمولة اليوم يعني، فمانا بحاجة لأي طبيعي. تعديل. على كل حال رح نشارك المشاهدين بأغنية عم يبكي لبنان على أمل أنه يكون دايما عم يضحك ولا مرة بيبكي بعد اليوم، إن شاء الله. بصوت ريان. نرجع نتابع حديثنا. عم يبكي لبنان، عم يبكي وشعل
قديش هالكلمات ريان بالأغنية يعني تعكس وجعة هالقلب يلي كلنا عم نعانيها بلبنان. بدي احكي شوي عن الأغنية الوطنية بالمجمل، يعني بتحسها هي ضروري بريبرتوار كل فنان، بأرشيف كل فنان؟ بحس انه اكيد يعني الفنان بالاخر لازم يقدم شيء مش بس للحب ولا للمرأة او العكس، يعني كمان الوطن بحاجة، يعني بنحب الوطن مثل ما بنحب المرأة، مثل ما بنحب ما بعرف اي موضوع معين نحكي عنه، كمان الوطن لازم يكون له محله بريبرتوار اي فنان. يعني الافضليه قديش ريان انت كمان متجاوب، يمكن او ما بعرف عن انه ممكن تكون متجاوب، اذا انطرح فكره اوبريت وطنيه يكون مشارك فيها عدد من الفنانين وتكون طبعا يعني هيدي ما بدها سؤال، يعني اكيد طبعا. طيب وفكره ديو بتعيد الكره بعد ديو مع امل حجازي، يعني جنون بحبك بال 2006؟ هلا حاليا لا، يعني هلا حاليا انا من بعد عودتي مؤخرا، لانه انا في 3 سنين ابتعدت عن الفن بسبب دراستي، كملت دراستي الجامعيه وبس تخرجت، هلا رجعت مؤخرا باثنين سنجل وهلا عم نحضر غنية جديده. كان عندك خوف من هالبعد عن الوسط؟ يعني بتحس الفنان لما يعني في كثير فنانين بيحرصوا انه يضلهم عم يظهروا على الشاشه، يطلعوا يضل عندهم اطلالات، بخافوا من انهم هيك يتراجعوا، انت كان عندك هالخوف بداخلك؟ انتبه، يعني اكيد هذا الشيء بيأثر، يعني وقت الفنان يمكن يبتعد عن الوسط الفني، ما يعود يقدم اعمال جديده، بيأثر طبعا، بس انما في فنانين خلص بيصير عندهم بصمه عند الناس، يعني قد ما بعدوا بس يرجعوا بتلاقي انه الناس لا الاسم بعده موجود وبنفس. هلا في فنانين بحاجه على طول لاعمال متكرره لانه فعلا بينتسوا إذا ما نزلوا عمل، بس لا في فنانين بيتركوا شيء داخل الناس والناس بتنطرهم قد ما بعدوا بتنطرهم. نعم. من كلمات زياد جديد وألحان وتوزيع صبحي محمد، وشوشتها شو قلت لها؟ ما فينا نقول على الهواء. هلا بخبرني تحت الهواء. الأغنية رح تتصور كليب؟ لا، نحن هالأغنية نزلناها، يعني نزلت على الإذاعات، نزلت بالسوشيال ميديا. هي غنية يمكن أنا شوي بعيد عن الجو اللي أنا بقدمه للناس اللي هو الرومانس الكلاسيكي، غنية شوي فيها رومانس أكيد، بس فيها شوي سرعة، يعني قدمناها للناس بلون جديد والحمد لله لقيت صدى كتير حلو. رح نسمع مقتطف من الأغنية ونرجع نتابع، وأنا بدي أقعد مشاهدين بختام الحلقة رح نسمع شي لايف منك أكيد طبعا بصوتك. طبعا أكيد طبعا. نسمع وشوشتا. وشوشتا كلمة بإيدنا، لا جسم الناعم رجفته، قلبا وقع بحضينا، لا لما بيدي مسدو. وشوشتا كلمة بإيدنا، يعني هالأغنية كنت عم بتقول انه هي بعيدة شوي عن يلي انت بتقدمه، هلأ شو المخطط للبيك كومباك اذا بدنا نقول؟ في تحضير لسيدي، بدك تتبع السنجل، المخطط شو عبالك؟ اليوم انا اكيد طبعا صرت ضمن شركة جديدة اللي هي JAP اسماء برودكشن، هي هلأ اللي عم تنتج لأعمالي وإدارة أعمالي طبعا. هلأ في عنا غنية إن شاء الله رح تنزل قريبا اسمها وضع البلد، بس يمكن العنوان
بتفكروا انه شيء بيحكي عن البلد بحد ذاته، لا بيحكي عن وضع الشباب يعني مضمونه مش وطني مثل ما ممكن يوحي. لا هلا في 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 شوي انه عن وضع الشباب اللي عم يعيشوه اليوم بالبلد، كيف وضع الشاب اللي بده يتجوز اليوم قد ايه بيواجه صعوبات، يعني ضمن هيدا الاطار ما فينا نحكي عنه اكثر، ما فينا نحكي بس فينا نسمع. يلا بنسمع باخر الحلقه، خلص باخر الحلقه خلص وضع البلد باخر الحلقه. ماشي. يعني مخطط سينجل هو يلي رح تتبعه هلا. بتحس يعني السي دي ب 10 او 12 اغنيه عم يفقد وهجه مع كل هالسوشيال ميديا ومع الاي تيونز ومع كل هالانتشار يلي العالم عم بتابعه عبر الانترنت اليوم؟ اكيد هلا نحن متابعين متابعين سياسة السينجل، بس أكيد يعني بعدين رح يتم أكيد إصدار ألبوم، يعني أكيد بدنا نضم هالسينجلات اللي عم ننزلون منضمهم لتلات أو أربع أغنيات جديد ما نزلوا ومنعملون ألبوم ومنصدرون، بس هلأ حالياً نحن عم نعتمد طريقة السينجل. رح يكون في أغنية كمان مميزة بألبوم 2015 اللي رح يصدر اللي عم نحكي عنه، وهي مهداة لروح والدتك أو معلومات مش دقيقة. يعني أكيد أنا انتبه بحياتي، يعني الشغل الوحيد اللي بزعل عليها هي أنه فقدت والدتي، يعني غير هيك كل شيء بيتعوض إلا أكيد. إلا الأم أكيد. طبعا أنا أكيد رح أقدم شيء، رح تقدم أغنية للأم بشكل عام بشكل عام بشكل عام، وأكيد أمي ضمنهم أكيد. يعني ف بس ما بعرف اذا سنت الجاي او ما بعرف امتى، لانه هيدا الشيء بحس اذا بدي اقدمه انا لازم اكون كاتبه وملحنه، عارف. ف وانا ماني من الناس اللي يمكن شوي مثل غيري من الملحنين او او الكتاب المؤلفين اللي بيقعدوا خلص بيقرروا بدهم يكتبوا بتطلع معه، لا انا بتطلع معي يمكن تنطر الاحساس منه لحاله لحتى يقودك ما بعرف اذا بال 2015 بس اكيد بالمستقبل اكيد. ريان، اليوم الفنانين يعني عم نشوف مثال كثير كبير بلبنان وبالعالم العربي، الفنان صار بينطرح عليه اليوم كثير، يعني ان كان تقديم برامج يعني خلص طالما هو بالعلن، وفيس فيرسا يعني حتى المقدم ممكن يغني ويمثل، يعني صارت كلها تحت اضواء يعني مخلوطه. انت بين تمثيل تقديم برامج طرح عليك شيء هالموضوع وانت ميال لهالامور؟ هلا تقديم برامج بشوفها يمكن شوي بعيده عني، تمثيل ممكنه، يعني هلا اذا بقول لك عم بيجينا عروض وفي عروض مثل ما بيحكوا عادة، لا لأنه أنا بعيد عن هذا الشيء. نعم. يعني أكيد إذا أنا يمكن بدي أو بظهر نية أكيد يمكن، بس أنا هلأ كل تركيزي على الغناء، يعني أنا بشوف حالي مطرب ما بشوف حالي شيء تاني. حتى يعني بالكليبات قديش أنت يمكن بتكون راضي عن ادائك، لانه وقت يكون في مخرج عم بيقودك بالتمثيل، لانه فينا المقطع هون ممثل كمان اكثر من كمان، يعني الى جانب الغناء واظهار الاغنيه، بتنتقد حالك عاده أكيد. ريان طبعا يعني الانسان اذا شاف حاله كامل يعني سوري بطل طبيعي، اكيد في اخطاء. انت بتنتقد يعني حالك اكثر او في حدا هيك مزعج اكثر بنقده يعني انت بتوثق فيه بتطلب منه انه يتابعك بتقول له احضر هون او احضري وقولي لي او قل لي؟ اكيد باخذ برايي، بس انا بعتقد انه كل انسان هلا هو ضمنيا بيكون عارف هذا الشيء بس ما بيعترف، هذا غير شيء صار. بس ما بعتقد انه في حدا ممكن ينتقد شخصه اكثر من الانسان هو نفسه، اكيد في ناس بيكون شغله الى جنبه بتنتقده، في الصحافة، في عدة أشخاص يعني ممكن يوصلوا له رسالة إذا ما أخطأ بمحل معين. تتقبل أكثر شيء الفن طبعاً طبعاً، حتى لو كان يمكن مش بمحله أوقات صح، يعني في عندك أكيد كم كبير من الصحفية ألمون طبعاً بناء إذا فينا نقول، ولكن عندك بيطلع دائماً هذا الشخص يلي بيكتب ليحركش، كيف تتعاطى مع هالنوع مبرد من الصحافة؟ ما برد يعني على بكل الحالتين ما برد، بس إذا نقد بناء باخد فيه وبصححه، واذا مثل ما عم تذكر يعني شيء بلا طعمه بس لا يعبي وراء خلص بقلب الصفحه.
خلينا اول شيء يعني قبل ما نختم مثل ما وعدنا المشاهدين، اغنيه وضع البلد كلمات والحان مين؟ هي كلمات منير الزند والحانه وتوزيع فادي جيجي، يعني ان شاء الله تقريبا خلال 15 يوم. والكليب؟ والكليب في تعامل مع حدا معين عرفت عليه؟ لا يعني بعد ما في حدا معين، اكيد انا اللي تعاملت معهم كبار المخرجين من وليد نصيف لجو بوعيد لسام كيال، بوجه لهم تحيه كثير كبيره. عينك على حدا اسم بعد ما تعاملت معه لتشتغل معه وضع البلد؟ يعني حاليا لا اكيد ما في اسم معين، بس نعم. في كثير مخرجين شاطرين وفي من الجدد ومن القدام طبعا. اكيد ريان انا بدي اتمنى لك كل توفيق. منهم فادي حداد مثلا اذا بدنا نسميه او سعيد نعم. المروق طبعا. يلا ان شاء الله خير، ما حدا بيعرف. انا بدي اتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله وضع البلد يعني بيترجم اغنيه ناجحه وبكون كمان بيعكس وضع البلد الناجح يلي بنقدم عليه يعني ورا هالصيفيه، حتى يكون شتاء مثل ما انت بتحب فصل الشتاء يعني يكون فعلا شتاء محبب عند الجميع يا رب. اكيد تحيه للجيش من خلال طبعا. اغنيه عم يبكي لبنان. نعم. ان شاء الله ما بيبكي ابدا ان شاء الله اكيد، ومنوجه تحيه كثير كبيره لشهداء الجيش كلهم اللي سقطوا والجرحى وكل عناصر الجيش وضباطا وقيادة وافرادا طبعا. اكيد سنين ريان انا بدي اشكرك على هالصبحيه وبختم مع وضع البلد حصريا لصباح لبنان. وضع البلد مش سامح، دقت فينا المطارح، انا كرمالك عموت وانت كلامك جارح، بعد ما سرقتي هالروح جاي تقولي بدي روح، خليتيني ابكي دمعات القلب المجروح، كنت بدل ما تفلي وتقولي مني العلي، يا ريت بتوعيشي نهار وتحطي حالك محلي، يا قلبي ويا عيني يا ريت صبرت شوي، انا وياك عالدهر مش انت والدهر علي. وضع البلد وضع البلد وضع البلد مش سهل.